بالرغم من أننا أكبر البنوك الحائزة على الجوائز في المنطقة، فإننا لم نكتفي بذلك. UMB معا إلى الأمام. بتكلفة 12 مليار درهم أطلقت دبي مشروع مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية الذي يغطي مساحة 48 كيلومترا مربعا من أرض منطقة سيح الدحل على طريق دبي العين، ويعد هذا المشروع الحيوي الأول من نوعه في المنطقة العربية، وسيبدأ المشروع تنفيذه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجية دبي للطاقة 2030. اليوم تم الإعلان عن مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية 1000 ميجاوات 2030. طبعا بياخذ مراحل في التطبيق لنوصل للطاقة الإجمالية. هذا جزء من استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، واللي تشمل على تنويع مصادر الطاقة والنظر إلى إدراج الطاقة المتجددة بنسبة 1% في 2020 و5% في 2030. لا شك أن إمكانات استخدام الطاقة الشمسية ودرجة نجاحها تختلفان من دولة إلى أخرى اعتمادا على عوامل عدة، منها الموقع الجغرافي ووجود المنطقة أو الدولة ضمن ما يعرف بالحزام الناري، وهي تلك المناطق التي تتلقى كميات إشعاع شمسي كبيرة حتى في فصل الشتاء كالإمارات. وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه الأول من نوعه من جهة القدرة الإنتاجية وباكورة مشاريع واعدة لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية في دبي، حيث تم استخدام الطاقة الشمسية المتوفرة على مدار العام في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيلعب دورا هاما في دعم خطط التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة من التلوث. كما أن وفرة مواد الوقود التقليدية ومستويات أسعارها يعد عاملا مهما، إذ تؤثر هذه النقطة عند عمل حسابات الاسترجاع، إضافة إلى عامل وجود موارد بشرية ذات كفاءة على تصميم وتنفيذ هذه المشروعات. نحن نتكلم اليوم عن خلق سوق من ناحية الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية، فالعائد دائما نحن ننظر من ناحية كيف بيكون هذا من ناحية فائدته للمجتمع، من ناحية الانفايرمنت بيخفف على الانفايرمنت، من ناحية الريلايبيليتي، ومن ناحية الاستراتيجي بيكون تنوع في مصادر الطاقة، وهذا هو eventually بيكون العائد من ناحية المستقبل كيف بيكون خلق فرص استثمارية بعد في المنطقة عندنا إن شاء الله من ناحية السولار. يمكن القول إن كلفة توليد واط واحد من الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية تتراوح بين 3 و4.5 دولارات، أخذين في الاعتبار كلفة اللواقط الشمسية وقواعدها والمحولات والبطاريات والتمديدات المرتبطة بها. وديان أبو جلالة، CNBC عربية.